أتت السلطات المحلية بولاية النعامة بتنصيب لجنة ولائية لرفع القيود عن المستثمرين، حيث تم العمل واستقبال 9 مستثمرين كل على حدة، حيث تم الموافقة على 7 ملفات في تجديد البناء، كما تضمنت الملفات دخول البعض في الاستغلال، فيما تم تحويل حالتين إلى مصالح أخرى. التغطية لسيد علي مطماطي. تقريبا ندرسوا حالتهم الى ممكن نزيدوا لهم اجال باش يتموا، لانه مش من الممكن انه نستجرب قطعه ارضيه ونخلوا البنايه مشيده لا هي. على كل حال احنا هذه لجنه تاع رفع القيود على المستثمرين، المستثمرين اللي كانت المشاريع تاعهم في طور الانجاز، رانا نستقبل عينه كل مره. اليوم 9 مستثمرين تم استقبالهم على انفراد مع اعضاء اللجنه كامله تاع الولايه، وطرحوا كل الانشغالات تاعهم. في 9 يعني كاين 7 تمت الموافقه تاعهم يعني في تجديد رخصه البناء، وكاين اللي عطينا له حتى يدخل في الاستغلال، وكاين حالتين فقط اللي يتم توجيههم الى مصالح اخرى اللي كان عندهم هذه العقود مع الوكاله العقاريه. هي بصفه عامه هذه العمليه حتستمر يعني في تطهير عمليه تاع العقار من جهه، وفي نفس الوقت الثاني مساعده المستثمرين الجادين يعني وفي شفافيه تامه. التعديل تاع العقد راني من 2020 الى يومنا هذا ما تعدلتش، كانت ماتت لي رخصه البناء. نشكر سيد الوالي على المجهودات اللي بدلها، كملنا عدل لي رخصه البناء، مي طبقت لي مشكله تاع العقد باش نجيب المعدات تاعي ونبدا ننطلق ان شاء الله في الاشغال تاعي. المشكل كان عندي من 2015 ما سجدونيش، واليوم راهم سجدوني ان شاء الله، وما كان حتى اشكال ان شاء الله.